من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة الأبرار وحب آل البيت الأطهار، ومنهم الشهيد علم المجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هنالك مقامات محمودة وأجوبة سديدة، فهو الذي تكلم أمام النجاشي شارحا له دين الإسلام بأوجز عبارة، فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وقدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ففرح بقدومه وقام إليه وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان يكنى أبا المساكين. قال أبو هريرة: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب أبا المساكين. عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقاتل في هذه الغزوة قتالا عظيما، وبعد قتل زيد بن حارثة أخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. وقد عوضه الله عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وعن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره. وفي هذا بيان فرط شجاعته وإقدامه. كان استشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه.